I love everything. Fire spreading all around my room. أخيرا سامسونج جالاكسي M31S في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بروفيشنالز معكم رايان في فيديو جديد. وأخيرا جالاكسي M31S توفر في الجزائر. الهاتف الذي ينتظره العديد والعديد من الجزائريين والذي سألتموني عنه كثيرا في التعليقات أخيرا توفر في الجزائر. صراحة توفر بسعر جيد، لا أقول سعر جنوني مثل الهواتف الأخرى ولا هو السعر الذي يستحقه، بل سعر جيد، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو. فقبل نبدأ لا تنسوا لايك الفيديو، اشترك في القناة ونشر الفيديو في كل مكان حتى تعرف الناس على سعر هذا الهاتف وسعره الحقيقي. وهيا نبدأ بالفيديو. ولكن قبل نعطيكم السعر الحالي لهذا الهاتف في الجزائر، دعونا نتكلم عن مميزاته والذي جعل كثير من الناس ينتظرونه ويسألون عن وقت توفره. وأول ميزة في هذا الهاتف وهي البطارية الضخمة، حيث تأتي بحجم 6000 ملي أمبير وما شاه سريع بسرعة 25 واط، أي شحن سريع ممتاز وبطارية ضخمة، أي بطارية تدوم طويلا ولن تنتظر كثيرا حتى تشحن كاملة. أيضا لديه كاميرات رباعية ممتازة، رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، ثانية بدقة 12 ميجا بيكسل بزاوية عريضة، ثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل ماكرو، الرابعة بدقة 5 ميجا بيكسل مختصة ببورتري مع فلاش ليد أحادي، يصور فيديو 4K حتى 30 فريم بالثانية. كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، تصور فيديو 4K حتى 30 فريم بالثانية. كاميرات ممتازة، لا شيء غير هذا خاصة محبي تصوير الفيديو. وأيضا الشاشة تأتي بحجم 6.5 إنش بدقة Full HD Plus من نوع سوبر أموليد ومطابقة حماية من نوع كورنينج ولا كلاس 3، على غير أن طبقة الحماية قديمة لكنها شاشة جيدة. ولم أعتقد هذه هي أهم مميزات هذا الهاتف. المعالج لم أذكره لأنه موجود في عديد من هواتف سامسونج السابقة، ويوجد عديد من هواتف أخرى بنفس سعره وأفضل منه من ناحية المعالج. وفي الأخير سعر هذا الهاتف حاليا في الجزائر هو في حدود 5,850,000، يمكن أن تجده 5,800,000، يمكن أن تجده 5,900,000، أي في هذه الحدود. والسعر الحقيقي لهذا الهاتف هو في حدود 5,200,000. فالحقيقة اندهش بسعر هذا الهاتف، فهو دخل بسعر جيد وهو ليس بعيد جدا عن سعره الحقيقي، فكما قلنا سعره الحقيقي هو 5,200,000. والآن سأريكم بعض المحلات في واتكنيس التي تبيعه بهذا السعر. فهذا كل ما لدينا لفيديو اليوم، فأتمنى أن الفيديو قد نال إعجابكم. ولا تنسوا لايك الفيديو، اشترك بالقناة ونشر الفيديو في كل مكان، وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين.